احنا الباك لعبنا وربحنا وزينا وما يلا خرجوا هاني مبروك عليكم مبروك اليوم مبروك مبروك عليهم وان شاء الله غادي يكون معنا العصمه ان شاء الله نجيبوها العام الجاي والراجا كتستحق هذا الكاس الثامنه وحنا فريق عالمي غنبقاو ديما عالمي وما تبقى غير حواله غتبقاو 100 عام عمركم ما توصلوا الراجا حيت الراجا بزاف عليكم من الاخر ديما راجا تبارك الله على لي جوار كنشكرهم على هذا الفوز فرحونا الله يعطيهم الخير ديما راجا الكاس جميع محبي الراجا البيضاوي المقابله كانت في واحد المستوى جيد واللعابه كانوا في المكانه ديالهم وكنتمنى لهم الحظ والتوفيق في باقي المقابلات وهنيئا لفريق الرجاء البيضاوي وان شاء الله المزيد من الكسب ونتائج ايجابيه في البطوله ان شاء الله وهنيئا لهم مره اخرى بالفوز بكاس العرش لهذه السنه وعاش الرجاء وعاش الملك وعاش الشعب المغربي وهنيئا هنيئا 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 لفريق الرجاء البيضاوي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.